بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، معالم من منهج أهل السنة والجماعة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن سلف هذه الأمة الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين سبقوا إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على إظهار دينه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بذلوا النفس والنفيس في هذا الباب، حضروا التنزيل وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه عليه الصلاة والسلام، وعملوا بدين الله تعالى بحضرته صلوات الله وسلامه عليه، فما وافق ما جاء به أقرهم عليه وأثنى عليهم به، وما خالف ما جاء به وهو قليل ونادر ونزر يسير أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم وجه الصواب فيه، فعلموا وعملوا بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته وإبان نزول الوحي، وأقرهم الله عز وجل على ما عملوا في رضاه، ونبههم على ما هو أولى وأفضل وأحق، فلذلك فهموا الدين فهما صحيحا وطبقوه تطبيقا سليما، علموا وعملوا وعلموا، تلقى ذلك عنهم التابعون لهم بإحسان، فتعلموا على أيدي الصحابة رضي الله عن الجميع كما تعلم الصحابة رضي الله عنهم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا بمرأة من الصحابة وإقرار، فدلهم الصحابة رضي الله عنهم على الخير والصواب، ونبهوهم على ما ينبغي التنبيه عليه، فتعلم التابعون من الصحابة رضوان الله عليهم دين الله وعملوا به، وهكذا علموه أتباعهم، وتلقت ذلك قرون الأمة، السابق يهدي اللاحق واللاحق يقتدي بالسابق، كلهم يطمعون في قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ويحذرون من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تفرق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره، وإنما يكون ظهور هذه الطائفة في كل زمان ومكان باتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح من عمل بالقرآن وفهمه على فهم بفهم الصحابة رضي الله عنهم، والعمل بالسنة وفهمها بفهم الصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو سبيل النجاة وعنوان السعادة. لذا كان لزاما
على متأخر هذه الأمة إلى أن يأتي الله بأمره، أن يتحروا منهاج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن لهم منهاجا وأن لهم خصائص ومميزات لمنهاجهم، خصائص ومميزات إذا تحلى بها المرء وأخذ بها كان من الطائفة المنصورة، وكان على سبيل هدى وفي أمرة من الضلالة ما تمسك بهذا المنهاج الذي سار عليه السلف الصالح والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لذا جاء ترتيب هذه المحاضرة المباركة إن شاء الله وهذا اللقاء الخير أن ينبه الناس ويوضح لهم معالم من منهاج السلف الصالح الذي ساروا عليه حتى يعرفه من أراد اللحاق بهم ومن أحب أن يجمعه الله تعالى بهم في دار كرامته. وقد تفضل علينا فضيلة والدنا وشيخنا وأستاذنا الشيخ العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أثابه الله عضو هيئة كبار العلماء أن يلقي هذه المحاضرة وأن يوضح تلك المعالم وأن يبين ما يحتاج إلى تنبيه حسب استطاعته وحسب ما تيسر له، لأجل أن يكون ذلك بلاغا للناس وإظهارا للحجة وهداية للسالك على سبيل السلف الصالح حتى يعرف المنهاج بمعالمه وخصائصه، ويعرف السلف الصالح وأتباعهم بمميزاتهم وما كانوا عليه من الدين في عبادة الله جل وعلا وفي معاملة خلقه وفي التعامل بينهم. أسأل الله جل وعلا أن يجزي فضيلة والدنا خير الجزاء على إجابته للدعوة وحضوره إلى هذا المكان، كما أسأله سبحانه أن يهدي قلبه ويسدد لسانه وأن يمن عليه بالصواب وأن يوفقه للحق وأن يجعل توجيهه نورا يضيء للمستضيئين المهتدين بهدي السلف الصالح ولكل من أراد الخير وأحب السير على ذلك المنهاج الكريم. والآن لنصغي إلى فضيلته أثابه الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنشكر للشيخ عبد الله القصير هذه المقدمة الضافية التي تفضل بها وأبان عن عنوان المحاضرة وبين وفقه الله الخطوط العريضة التي تتكون منها هذه المحاضرة، فما علي حينئذ إلا شرح هذه الأصول التي ذكرها في مقدمته. لا شك أن طريق ومنهج أهل السنة والجماعة هو المنهج السليم الذي أمر الله بالسير عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسير عليه. قال الله سبحانه وتعالى في آخر الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهو الصراط الذي نسأل الله أن يهدينا له ويثبتنا عليه في كل صلاة نصليها وفي كل ركعة، وذلك حينما نقرأ سورة الفاتحة في آخرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هاتين الآيتين
بيان الصراط المستقيم والصراط المنحرف. الصراط المستقيم هو الذي بين الله أهله في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخبر صلى الله عليه وسلم خبرا معناه التحذير، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا خبر معناه التحذير من الاختلاف والأمر بالثبات على الحق عند الاختلاف. والحق إنما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بها الطريقة التي كان عليها وكان عليها خلفاؤه وكان عليها من يأتي بعدهم ممن اقتدى بهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. ولذلك سموا أهل السنة، لأنهم يسيرون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسموا بالفرقة الناجية، وذلك لأنهم نجوا من النار بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا أو على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فسموا بالفرقة الناجية لأنهم نجوا من هذا الوعيد بتمسكهم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان. الله جل وعلا قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ليس بالادعاء، وإنما بإحسان وإتقان وانضباط، وذلك لا يكون إلا بعد تعلم ومعرفة ما عليه السابقون الأولون في الاعتقاد والعمل حتى نتبعهم بإحسان. أما من كان يجهل ما كانوا عليه فإنه لا يتبعهم بإحسان، وإن كان حريصا على اتباعهم، لكن إذا جهل ما هم عليه فإنه لا يتبعهم بإحسان، فلا بد من تعلم ما هم عليه حتى نسير على أثرهم بإحسان وإتقان من غير غلو ولا تفريط، من غير غلو في اتباعهم، لأن طريقتهم الطريقة السليمة الوسط التي ليس فيها تفريط ولا إفراط، ليس فيها تفريط، وذلك بالسير على غيرها مع الادعاء بأننا عليها، ولكن إذا كان السير على غيرها فلا ينفع الادعاء، ومن غير إفراط، من غير غلو، من غير غلو وتطرف، بل بالاعتدال. هذا ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فلا نكون متبعين لهم بإحسان إلا إذا سلمنا من الجهل
بطريقتهم وسلمنا من الإفراط والغلو وسلمنا من التفريط والتساهل، فنكون حينئذ سرنا واتبعناهم بإحسان. وهذا هو المنهج السليم الذي عليه أهل السنة. وعرفنا لماذا سموا أهل السنة الجماعة، سموا جماعة لاجتماعهم على الحق، لأن من صفتهم وسيمتهم اجتماعهم على الحق، لا يريدون بالحق بديلا فيرجعون إلى الحق، إذا اختلفوا فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فيتبين من هو على الصواب فيتبعونه، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهم إذا اختلفوا في شيء فإنهم لا يركبون رؤوسهم وكل يتعصب لرأيه، بل إنهم يرجعون خلافهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تبين أنه مطابق للكتاب والسنة أخذوا به ولو كان يخالف أقوالهم، وإذا تبين لهم أنه خالف تركوه ورفضوه. هذه طريقتهم وهذا منهجهم. أما من يدعي أنه على منهجهم وهو ليس كذلك، لا يرجع إلى الكتاب والسنة ويبقى على رأيه وتعصبه أو ما تهواه نفسه، فهذا ليس على منهج أهل السنة والجماعة وإن ادعى أنه منهم. فهذه هي الجماعة. ليس المراد بالجماعة الكثرة، المراد بالجماعة من كان على الحق ولو كان واحدا فإنه هو الجماعة وهو أهل السنة. من كان على الحق سواء كانوا قليلين أو كثيرين فهم الجماعة. وأما من خالف الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة فإنه ليسوا هم الجماعة ولو كانوا كثيرين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية التي ميزها الله من بين الفرق. ولهذا يقول بعض العلماء: هذه الأمة وسط بين الأمم، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، بين الفرق 73، فهم وسط بين الفرق من هذه الأمة، حيث تمسكوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا يستدعي أمرا رابعا مهما جدا، وهو الصبر والثبات وعدم التزعزع عند الأعاصير وعند الهزات وعند المخالفات من الفرق المنحرفة. نحتاج إلى صبر وثبات ولا نتزعزع عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. فالمتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له أجر 50 لشدة ما يلقى من العنت واللوم والتهديد والتوبيخ والتعيير والتنقيص، كما تعلمون شيئا من ذلك. فلا بد من الصبر على منهج السلف الصالح مهما نالنا في سبيل ذلك من لوم اللائمين أو ما هو أشد من التهديدات
غير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء بين الناس. وهذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى روية، ويحتاج إلى احتساب، فقليل من يثبت على ذلك إلا من وفقه الله. ولهذا المنهج معالم، أي علامات يعرف بها ويعرف بها أهله. أول هذه العلامات أن أهل هذا المنهج يهتمون بالتوحيد وبالعقيدة السليمة، يتعلمونها ويعلمونها ويتمسكون بها ويدعون إليها. هذا أول علامة على منهج السلف، الاهتمام بالعقيدة والاهتمام بالتوحيد تعلما وعملا وتعليما ودعوة. وهذا منهج الرسل جميعا، فكل رسول يرسله الله إلى أمة أول ما يبدأ به إصلاح العقيدة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول يقول هذا ويدعو إليه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة. هذا منهج السلف، وهذا الذي عليه جميع الأنبياء، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم: البداءة بإصلاح العقيدة والدعوة إليها والثبات عليها ومعرفة ما يضادها ويفسدها، وهو الشرك بالله عز وجل، ومعرفة ما ينقصها من المعاصي والبدع والمحدثات. والتوحيد كما تعلمون هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا هو التوحيد، وهو أقسام 3: الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي شرع لهم أن يتقربوا بها إليه فلا يشركوا بالله شيئا في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ربوبيته. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، ومعناه إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. هذا هو منهجهم في التوحيد، فرقا بينهم وبين الفرق المنحرفة في العقيدة. فمن مشرك بالله يقول لا إله إلا الله ولكنه يعبد غير الله، فهو يقر بالتوحيد بلسانه ولكنه يناقضه بأقواله وأفعاله الشركية. ومن محرف لأسمائه وصفاته ومعطل لها ومؤول لها، ومن مشبه لأسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين، فهم وسط
بين المعطلة والممثلة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. هذا منهجهم في العقيدة ومنهجهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان به عليه الصلاة والسلام ومحبته أكثر من محبة النفس والوالدين والولد والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام، واتباعه صلى الله عليه وسلم دون ما سواه، اتباع سنته عليه الصلاة والسلام وترك البدع والمحدثات والخرافات، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، وبقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كذلك لا يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، فيجعلونه شريكاً لله في العبادة كما يفعله الغلاة والمشركون الذين يشركون الرسول مع الله في عبادته، يستغيثون به ويدعونه عند الشدائد ويرجون منه أن يقضي حوائجهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كثير في الناس. فأهل السنة والجماعة لا يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ينزلونه منزلته عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد الله، هذا رد على الغلاة الذين يرفعونه فوق منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية، ورسوله رد على المفرطين الذين يجحدون حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه، وإنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا منهجهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم يعظمونه ويوقرونه ويحترمونه ويحبونه ويتبعونه، لكن لا يغلون في حقه صلى الله عليه وسلم، كما غلت النصارى في عيسى بن مريم. فمنهجهم منهج الوسطية والاعتدال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبخسونه حقه ولا يتنقصونه عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم وخاتم النبيين، وله المنزلة العالية التي لا يصل إليها أحد، لكنه عبد لله عز وجل، ليس له من الربوبية والإلهية شيء. الله له حق وهو عبادته وحده لا شريك له، والرسول له حق وهو معرفة رسالته واعتقاد نبوته عليه الصلاة والسلام ومحبته واتباعه والاهتداء بهديه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان، فلا يخلط بين حق الله وحق الرسول، بل كل يعطى حقه اللائق به. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وكذلك منهجهم وعلامة منهجهم في الإيمان، فأهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فليس قولا باللسان فقط، لأن هذا دين المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهم يشهدون أنه رسول الله بألسنتهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولا يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط دون النطق باللسان والعمل بالجوارح، كما تقوله المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب وإن لم ينطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه. هذا كان عليه المشركون، كانوا يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنه رسول الله بقلوبهم، واليهود والنصارى يعتقدون أنه رسول الله. قال تعالى في المشركين قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال في اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فليس الإيمان هو التصديق بالقلب دون النطق ودون العمل، هذا لا يقوله إلا المرجئة، والمرجئة ضلال، المرجئة أهل ضلال. ولو كان هذا صحيحا لكان المشركون واليهود والنصارى مؤمنين، ليسوا كفارا. فدل على بطلان هذا القول. ويزيد بالطاعة، يزيد الإيمان بالطاعة، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وأما أن الإيمان ينقص فإنه ينقص حتى ربما لا يبقى منه إلا مثقال ذرة أو حبة من خردل، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فدل على أنه يكون هناك مؤمن قريب من الكفر لضعف إيمانه. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، دل على أنه يزيد وينقص. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ومن أعلام منهج أهل السنة والجماعة محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، كل الصحابة يحبونهم ويجلونهم ويقتدون بهم ويحترمونهم ولا يخوضون فيما جرى بينهم، بل يعتذرون لهم ويجلونهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكما في قوله تعالى والسابقون الأولون
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكما قال تعالى للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار، يعني الأنصار، والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال في الذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن وصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يبغض الصحابة إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن، لا يبغضهم إلا من كان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحبهم إلا من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والآيات في مدح الصحابة والثناء عليهم آيات كثيرة في القرآن، فهذا يدل على مكانتهم وعلى أنهم هم القدوة لمن جاء بعدهم، لأنهم صحابة رسول الله، لأنهم تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصروه، لأنهم نشروا دينه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المشرق والمغرب، قدموا أنفسهم وأموالهم للجهاد في سبيل الله حتى فتحوا البلاد وأظهروا دين الله بين العباد. هذا من آثارهم ومن أعمالهم الجليلة. فمن يبغض الصحابة إلا منافق، ما أبغضهم لأنهم أخذوا منه شيئا أو أنهم ضروه بشيء، إنما أبغضهم لإيمانهم ولمكانتهم من الإسلام، فهو يبغضهم لأنهم هم الذين ناصروا الرسول وآووا الرسول وجاهدوا مع الرسول ونشروا دينه وحفظوا سنته وبلغوها لأمته. فمن ذا يتنقص الصحابة رضي الله عنهم؟ إلا من أعمى الله بصيرته، إلا من في قلبه نفاق، إلا من في قلبه حقد وبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن أصول أهل السنة والجماعة مسألة أصحاب الكبائر التي دون الشرك من هذه الأمة، أهل السنة والجماعة يحكمون بأنهم مؤمنون ناقص الإيمان وأنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم يخرجهم ويدخلهم الجنة، فمآلهم إلى الجنة كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم يرجون لهم المغفرة ولا يكفرونهم ولا يعطونهم الإيمان الكامل، ما يعطونهم الإيمان المطلق الإيمان الكامل، بل يعطونهم الإيمان مطلق الإيمان وهو الإيمان الناقص بذنوبهم وسيئاتهم. وكما ذكرنا في تعريف الإيمان أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهؤلاء ينقص إيمانهم بالمعصية لكن لا نكفرهم، لا نقول إنهم كفار كما تقوله الخوارج، ولا نقول إنهم في المنزلة بين المنزلتين الكفر والإيمان كما تقوله المعتزلة،
ولا نقول إنهم كاملوا الإيمان لا تضرهم المعاصي كما تقوله المرجئة، بل هذا هو القول الفصل في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من معالم منهج أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عملاً بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من إنكار المنكر. المؤمن ينكر المنكر، لكن ينكره بحسب استطاعته، فإن كان يستطيع أن يزيله بيده أزاله بيده، وهذا إنما يكون لأهل السلطة ومن ولاهم ولي الأمر من رجال الحسبة، فإنهم يزيلون المنكر. وكذلك صاحب البيت في بيته فإنه يزيل المنكر بيده من داخل بيته، لأن له سلطة على أهل بيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فيزيل المنكر بيده صاحب البيت. أما إذا لم يكن له سلطة لا عامة ولا في بيته، فإنه ينكر المنكر بلسانه، بمعنى أنه يعظ ويذكر ويدعو إلى الله ويبلغ عن المعاصي والمنكرات، يبلغ من يستطيع تغييرها باليد، يبلغ السلطة، يبلغ رجال الحسبة، ولا يسكت. هذا هو التغيير باللسان. فإذا لم يستطع بلسانه فإنه ينكر المنكر بقلبه ويعتزل المنكر وأهل المنكر، ولا يجالسهم ولا يخالطهم إلا على سبيل النصيحة والإنكار عليهم. فهذا المنكر على ما توجبه الشريعة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، لا على ما يقوله المعتزلة من أن إنكار المنكر معناه الخروج على ولي الأمر، إذا حصلت منه مخالفة دون الكفر يخرجون عليه بالسيف ويقولون هذا من إنكار المنكر. ومن أصولهم الباطلة أنهم يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون بذلك الخروج على ولي الأمر إذا حصلت منه معصية دون الكفر، ويشق عصا الطاعة ويخرج عن الجماعة ويفرق جماعة المسلمين بحجة أنهم ينكرون المنكر، وهذا هو المنكر، هذا أعظم. فالصبر على ولي الأمر وإن حصل منه مخالفة دون الكفر، الضرر الذي يحصل في الصبر عليه أخف من الضرر الذي يحصل في الخروج عليه وشق عصا الطاعة وسفك الدماء وإخلال الأمن وغير ذلك. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الأمر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن الولاية بينهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من تولي بعضهم لبعض، وليس هو من عداوة بعضهم لبعض أو الانتقام، وإنما هو المحبة، الدافع هو المحبة، أن لا تترك أخاك على المعصية وعلى الضرر وعلى النار، وأنت تستطيع أن تحاول إنقاذه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بأصول كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم، حسب الاستطاعة وحسب المقدرة، ولا يترك إنكار المنكر بحال من الأحوال. فإن كان لا ينكر المنكر لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه فهذا ليس بمؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا هو موقف أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك مع ولاة الأمور، فإن موقفهم مع ولاة أمور المسلمين، مع ولاة أمور المسلمين السمع والطاعة بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون
ووجلت منها القلوب، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، لا تحتقروا ولي الأمر، لأنه ليس النظر إلى شخصه وإن كان عبدا، وإنما النظر إلى منصبه، المنصب العظيم الذي هو منصب الإمامة، فاحترموه وانقادوا له بالسمع والطاعة، ولا تختلفوا عليه حتى يستتب الأمن، وحتى يتم الأمر، وحتى ينقمع الأعداء، وحتى تجتمع جماعة المسلمين. فلا تقوم الجماعة إلا بإمامة، إلا بسمع وطاعة لولي أمر المسلمين. هذا موقف أهل السنة والجماعة من ولي الأمر، وكذلك موقفهم معه أنهم يجاهدون معه ويصلون وراءه الجمعة والجماعة، ولا يتخلفون عن الصلاة خلفه من غير عذر، بل بحجة أنه عاصي أو أنه لا، يجتمعون ويصلون خلفه كما كان الصحابة يصلون خلف الأمراء، وإن كانوا ليسوا على مستوى جيد في دينهم إلا أنهم ليسوا كفاراً. ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم ما يكون من الولاة في آخر الزمان من التغير والمخالفة، قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. فهذا موقفهم وهذا منهجهم مع إمامهم، أنهم يسمعون ويطيعون له، أنهم يصلون خلفه، أنهم يجاهدون معه، أنهم لا يسبونه في المجالس أو في المحاضرات أو في الخطب، وإنما يدعون له بالصلاح. من علامة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون لولاة الأمور في المنابر، على المنابر في يوم الجمعة وغيره، للصلاح والهداية، لأن صلاحه صلاح للمسلمين، صلاح ولي الأمر صلاح للمسلمين. ومن علامة الخوارج والمعتزلة أنهم لا يدعون للإمام ويستنكرون الدعاء للإمام، فهذه نزعة اعتزالية، نزعة خارجية، أهل السنة والجماعة ينكرونها. هذه ملامح يسيرة من عقيدة أو منهج أهل السنة والجماعة، ولا يتسع الوقت لأكثر من هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم طريق الحق والصواب، وأن يثبتنا على الهدى والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وأثابكم وعظم أجركم ونفع بعلمكم وجزاكم خيرا ورفع درجتكم في الدنيا والآخرة. معالم واضحة جلية، معالم نابعة من الكتاب والسنة، معالم تحلى بها السلف الصالح من الأمة المهاجرون والأنصار، معالم حفظت المنهاج، معالم سلكت بالمقتدي بها الصراط المستقيم دون اعوجاج، معالم ميزت متبع الصحابة رضي الله عنهم في كل عصر ومصر، معالم جنبت المقتدين بها والسائرين على وجهتها الفتن والشرور والمصائب والمحن في الدنيا، وهي تجنبهم النار يوم القيامة. أول تلك المعالم العناية بالتوحيد والعقيدة السليمة، ومن تلك المعالم عدم الغلو في أحد من الأمة أو اعتقاد العصمة فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. من تلك المعالم أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. من تلك المعالم أنهم لا يكفرون
بالذنوب من لم يستحل لها أو يشرك بالله عز وجل، وإنما يعطونه من الإيمان والتزكية بحسب حاله. معالم منها طريقتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم يؤدون ذلك ويقومون به على ما توجبه الشريعة. من معالمهم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين بالمعروف وترك الاختلاف عليهم. من تلك المعالم فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الأمة والاقتداء بالسلف في العمل بهما. من تلك المعالم الاجتماع على الحق والحذر من الاختلاف والفرقة وأسبابهما. من تلك المعالم النصح لأئمة المسلمين وعامتهم وإعطاء كل ذي حق حقه. من تلك المعالم حمل نصوص الشرع على ظاهرها وحقيقتها، فلا يعدل عن ذلك إلا لدليل يجب الرجوع إليه. من تلك المعالم رد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة وإلى ما يؤثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الاختلاف. من تلك المعالم تعظيم الصحابة والتابعين وأئمة الدين من غير غلو فيهم أو جفاء لأحد منهم. معالم واضحة جلية يهتدي بها اللاحق إذا أراد الوصول والاجتماع بالسابق. فما علينا إلا أن نضبط تلك المعالم علما وعملا، وأن ندعو إليها، وأن نحذر ونحذر مما يخالفها، ولن يكون ذلك إلا بالاجتماع على أئمة الدين، على أمراء المسلمين وعلماء الملة، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وبتلك المعالم صلح أول هذه الأمة، وسيصلح به آخرها إذا تمسكوا بذلك. في تلك المعالم العصمة من الفتن والنجاة من المحن. هذه الباحة سريعة لتلك المعالم والملامح. وقبل أن أنهي كلمتي أوصل رغبة إخواني محبي فضيلتكم وإلحاحهم عليكم أن يكون الاجتماع هذا دوريا كل شهر، يحصل فيه التذاكر والتفاكر، وتجدد فيه العلوم، وتكشف به الشبهات، ويكون حجة على الخلق. وأنتم والحمد لله من أول من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته ويخبر أن أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه. فنلتمس من فضيلة والدنا أن يتكرم بتحقيق الرغبة، وأن يحتسب عند الله جل وعلا عظيم المثوبة، فإنها حاجة إخوانه وأبنائه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نعم سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلبتم خيرا، وسننظر إن شاء الله في تحقيقه في الوقت المناسب، ونخبركم إن شاء الله. مع أن الذي طلب هذا هو الشيخ، ولا أدري عنكم هل فوضتموه في هذا أم هي رغبة من الشيخ. ننظر في هذا إن شاء الله ونبلغكم إن شاء الله. قد يكون في الخلف من هو أفضل من الصحابة والسلف، فما هو الفهم الصحيح للحديث؟ بارك الله فيكم. نعم، هذا الإشكال وارد، وأجاب عنه العلماء، أجاب عنه العلماء بأن له أجر 50 من الصحابة في هذه الخصلة فقط، في كونه ثبت مع الغربة، والصحابة كانوا مع المهاجرين والأنصار ومع الرسول صلى الله عليه وسلم،
ومناصروهم كثيرون في وقتهم، لكن هذا الغريب في آخر الزمان هذا غريب بين الناس، ومع هذا صبر، مع هذا صبر وثبت، فحصل في هذه الخصلة على أجر 50 من الصحابة في هذه الناحية فقط. أما الصحابة فعندهم خصال كثيرة، فهم أفضل من غيرهم في خصال كثيرة بلا شك، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. هذا هو جوابهم عن هذه الشبهة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يسأل ويقول: حسب علمي أن جميع ما يحصل للإنسان في كتاب من قبل أن يخلق حتى يموت، فكيف يكون هذا؟ وهل عملنا هذا مخيرون فيه أم مجبورون؟ الكتاب هذا قدر الله وقضاؤه، وهذا لا دخل لنا فيه، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى، والذي من شأننا هو العمل، والله أعطانا الاستطاعة والمقدرة على العمل ومكننا منه وبين لنا العمل الصالح من العمل السيء ورسم لنا المنهاج والخطة، فليس لنا عذر إذا تركنا العمل ونحن نقدر عليه، أو أتينا المعصية ونحن نعلم أنها معصية وأنها سيئة، ليس لنا عذر في ذلك، فنحن نلوم أنفسنا ولا نلوم القدر. هذا إبليس هو الذي لام القدر لما لعنه الله، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فهو جبري، هذا مذهب الجبرية الذين يقولون نحن مسيرون لا مخيرون. أما أهل السنة والجماعة فيقولون نحن مسيرون ومخيرون، مسيرون من جهة القضاء والقدر، ومخيرون من جهة العمل. فأنت تصلي باختيارك، تصوم باختيارك، تحج وتعتمر باختيارك، تتصدق باختيارك، تعمل الأعمال باختيارك، أو تترك باختيارك، وتعصي باختيارك، فأنت عليك أن تلوم نفسك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما أخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال: ما منكم من أحد إلا ومكتوب مقعده في الجنة أو النار. قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أن تعمل السبب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول: خرج في الآونة الأخيرة من يمنع تصنيف الناس مطلقا بحجة أن الجميع مسلمون، فما قول فضيلتكم وما الضابط في ذلك؟ هذا ليس على إطلاقه، فالمخالف قد يكون كافرا وليس مسلما، وقد يكون ضالا وفاسقا، وقد يكون عاصيا. الناس مختلفون، منهم الكافر، منهم المنافق، منهم الفاسق، منهم العاصي، ومنهم المؤمن والمطيع والمستقيم. فلا بد من تنزيل الناس منازلهم، فلا ينزل العاصي منزلة المطيع، ولا ينزل المطيع منزلة العاصي. قال الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله هو الذي فرق بين هؤلاء وهؤلاء بالأعمال التي يعملونها والاعتقادات التي يعتقدونها. وكما سمعتم في الحديث أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كل فرقة لها منهج ولها طريق يختلف عن طريق الثاني، إلا من ثبت على الكتاب والسنة فإن طريقهم واحد ولا يختلفون، هذا شيء واضح. أما اللي يقول لا يفرق بين الناس ولا تفريق بين الناس ولا تصنيف بين الناس، هذا قول خاطئ وضلال،
الله هو الذي فرق بينهم. والكتاب والسنة ذكرت الكفار وذكرت المنافقين وذكرت المؤمنين وذكرت العصاة والفاسقين. الله صنف الناس. هل نعارض ما أنزل الله في كتابه؟ فهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نقول لا، ما في تفريق بين البشرية، هذا محادة لله ولرسوله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الأمم فرأى أمته سواد عظيم، كيف نجمع بين ذلك وبين واقعنا المعاصر في قلة من يتبع المنهج الصحيح؟ مجموع الأمة من ذا بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة كثير، ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر النبيين أتباعا، هو أكثر النبيين أتباعا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي مثل إلا أوتي ما يؤمن عليه البشر، يعني من المعجزات، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني القرآن، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فمجموع الأمة من ذو بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر إلى قيام الساعة يكونون كثيرين والحمد لله، وإن كانوا يقلون في بعض الأزمان ويكثرون في بعض الأزمان. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما موقفنا من بعض الدعاة هدانا الله وإياهم الذين يثنون ويمدحون بعض مشائخ الصوفية أو يدعون إلى التقريب بين أهل السنة والمذاهب الأخرى؟ علينا أن نبين لهم، إن كانوا جهالا نبين لهم أن هذا غلط، وإن كانوا علماء فعلينا أن نناصحهم بأن يتقوا الله ولا يضل الناس ويغرروا بالناس في هذه الأمور. عليهم أن يبينوا للناس ولا يكتموا ما أنزل الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول: ما المراجع والكتب التي تنصحون بها حفظكم الله لمعرفة منهج أهل السنة والجماعة؟ كل كتب العقيدة التي ألفها أئمة أهل السنة والجماعة كلها تصف هذا المنهج، كلها تصف هذا المنهج، تسمى كتب الإيمان، كتب التوحيد، كتب العقيدة، كتب السنة، مؤلفات كثيرة، من أقربها العقيدة الواسطية. من أقرب هذه الكتب التي تصف منهج أهل السنة والجماعة وما كانوا عليه العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: خرجت في الآونة الأخيرة قناة متخصصة في الأناشيد الإسلامية، فما رأي فضيلتكم في مشاهدتها والمشاركة فيها؟ الأناشيد التي يسمونها إسلامية، يسمونها إسلامية ترويجا لها، هذه إنما هي لطائفتين: إما الصوفية الذين يجعلونها من ذكر الله ومن الأذكار، وإما الحزبيون الذين يدعون إلى حزبياتهم وما هم عليه، فلا يرغب فيها، لا يرغب فيها. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يسأل ويقول: كتابة المعوذات وآية الكرسي في ورق ثم توضع في كأس ماء لرقية الشخص المصاب بالعين، هل هذه الطريقة طريقة شرعية؟ هذه من الرقية. نعم. وذكر الأئمة كالإمام أحمد وابن القيم وذكروا أنه لا بأس أنه يكتب كتابة في صحن أو في ورقة ثم تمحى بالماء الطاهر ويشربها المريض، هذا من أنواع الرقية الجائزة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: نسمع كثيرا يا فضيلة الشيخ في الصحف والمجلات عبارة تجديد الخطاب الديني، فما معنى هذه العبارة؟ معناها سيء، معناها أننا ما نقول كافر ولا يعني نسمي الكافر، نسميه إنسان بدل كافر، أو الآخر نسميه الآخر أو غير ذلك، هذا الخطاب الديني عندهم. لا تقول كافر ولا تقول منافق ولا تقول زنديق، لكن عليك أنك تأتي بألفاظ ما يفهم منها مذهب الإنسان وما هو عليه، هذا من باب الستر على أهل الضلال. نعم. فهو معنى سيء. الخطاب الديني هو خطاب الكتاب والسنة، لا يغير،
لا يغير خطاب الكتاب والسنة أبدا. أما ما خالف الكتاب والسنة من الأساليب فإنه يغير ويرد إلى الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول: يقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية، من الذي يرده إلى القرآن والسنة؟ هل هم العلماء أم غيرهم؟ فردوه إلى الله، إلى القرآن والرسول، إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ولكن لا يفهم الرد إلى الكتاب والسنة إلا أهل العلم الذين يعرفون معنى ما أنزل الله ويعرفون مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يرد إلى الكتاب والسنة هم العلماء، لا العوام ولا المتعالمون ولا أهل الضلال، إنما يرجع إلى العلماء الربانيين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل واسأل ويقول: نحن نسكن في بلد من بلاد الكفر، وعددنا كثير والمساجد قليل، نجد المشاكل في إقامة صلاة العيدين لأننا لا نستطيع أن نصلي جماعة واحدة لكثرة العدد، والصلاة في خارج المسجد لا تمكن. هل يمكن لنا إقامة صلاة العيد في مسجد واحد مرتين أو ثلاث مرات بخطب مختلفة؟ الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن استطعتم أن تقيموا جميعا صلاة العيد في المصلى أو في المسجد فهذا واجب، أما إذا لم تستطيعوا فبإمكانكم تجعلون بعض البيوت أو بعض المساكن مصليات للعيد مع المسجد، تجعلون مصليات في البيوت والمساكن لصلاة العيد، ولو تفرقتم جماعات جماعات لا بأس بذلك للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ لأننا نسمع من يكرر هذا الأمر خلال هذه الأيام. ما كان العلماء قديما ولا حديثا يفرقون بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، إنما هذا قول جديد محدث. ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة، ولا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، فهما أوصاف لفرقة واحدة، هم أهل السنة، هم الجماعة، هم الفرقة الناجية، وهذا مأخوذ من مجموع الأحاديث في وصفهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول: ما رأي فضيلتكم في من يدعو إلى تقنين القضاء بحجة التقليل من الأخطاء القضائية؟ القضاء يرجع فيه إلى الكتاب والسنة، يحكم الكتاب والسنة ويستعان بكلام أهل العلم وأهل الفقه، وهذا ميسور ولله الحمد، مبوب في أبواب وكتب ومسائل ومفصل، فليس هناك حاجة إلى أن يجعل مواد قانونية، لأن هذا يحجر على المسلمين وعلى القضاة القضاء إلا في هذه المواد التي ربما يكون فيها نظر، لأنها اجتهادات وليست نصوصا من الكتاب والسنة، اجتهادات العلماء تخطئ وتصيب، فالقاضي يرجع إلى الكتاب والسنة، ولا بأس أنه يستعين بأقوال الفقهاء وآراء الفقهاء ويأخذ أقربها إلى الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول: انتشر في الآونة الأخيرة في بعض حفلات الزواج سير الفتاة المتزوجة بين النساء على إيقاعات إنشادية والتي تشبه إلى حد كبير الموسيقى، فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. المشروع الزواج، حفل الزواج، أن تغني النساء بأصواتها المعتادة من غير أن يكون معها موسيقى أو أن يكون على طريقة الغناء المعاصر الذي هو التكسر وترنيم الأصوات وتنغيم الأصوات، هذا لا يجوز، إنما تكون بأصوات عادية، ولا بأس باستعمال الدف معها الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اضربوا عليه بالدف أو الغربال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعرفون يا فضيلة الشيخ أن هذه الأيام من برودة الجو في بعض الأحيان، ففي بعض الأحيان
أمسحوا على الجزمة أكرمكم الله دون الجورب، فأخلعوا الجزمة أكرمكم الله وأصلي ثم ألبسها، فهل عملي هذا صحيح؟ ليس بصحيح. إذا مسحت على شيء فإنك تستديمه من الجزمة أو الشراب، فإن خلعته وظهرت الرجل انتقض الوضوء، لأن المسح إنما يجزي مع بقاء الممسوح عليه، فإذا زال ظهرت الرجل وانتهت الرخصة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سمعت القرآن فهل يعتبر ذلك كأني قرأته؟ لا، يعتبر أنك سمعته. قال الله جل وعلا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فتعتبر مستمع لا قارئ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو التفسير الصحيح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: فإن أتاني يمشي أتيته هرولة؟ فسره آخره: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخره. فمعناه أن الله يبادر بإجابته ويسدده، ويكون يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، بمعنى أنه يسدده ويحفظه ويكون معه المعية الخاصة التي معناها التسديد والتأييد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض الرقاة الذين يرقون الناس يستعملون مكبرات الصوت أي الميكروفون، هل هذا من البدع أم من العادات؟ هؤلاء يبون زيادة الفلوس، إنه يقرون على جماعة الميكروفون ويأخذون من كل واحد فلوس. لا، الرقية أن يقرأ على المريض مباشرة بدون ميكروفون، يقرأ على المريض وينفث عليه ويصل إليه نفث الراقي، هذا هي الرقية الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا إمام مسجد ويأتي متسولون يسألون الناس، فهل أمنعهم وأشدد في ذلك أم أتركهم للجهات المختصة؟ اتركهم للجهات المختصة، لأنك إن دخلت معهم في منع ولا يبي يصير في المسجد ضجة ويحصل، ويشق عليك أيضا إنك تكون شرطيا في المسجد. الجهات المختصة هي التي تتابعهم. نعم. جزاك الله عنا خير الجزاء، وبارك الله في علمك وعملك وعمرك، ونفع بك الإسلام والمسلمين.